شقت مؤخرا أكثر من 10,000 سلحفاة صغيرة طريقها في مياه البحر قبالة جزيرة بالي، بعد أن أطلقت السلطة سراحها في إطار الحفاظ على تلك الأنواع وزيادة عددها المعرضة للخطر وتعزيز حماية البيئة. فأطلقت إندونيسيا مبادرة للسكان المحليين من خلال الاصطفاف على الشاطئ وإطلاق صغار السلاحف في مياه البحر، حيث نقلتها الحكومة من خلال صناديق كبيرة تحمل عشرات الصغار من السلاحف. وقام المصطفون على الشاطئ بمشاهدة هذا الحدث وإطلاق سراح السلاحف الصغيرة الذين شقوا طريقهم إلى البحر في حدث حضره عشرات السكان المحليين وتابعه المئات من خلال المنصات الاجتماعية.